ولكن بعضهم يعبر عن العدالة هي ملكة، ملكة في النفس، ملكة يعني هي قابلية للنفس الإنسانية، بحيث الإنسان يكون مسيطر على أعماله، وإذا مسيطر على أعماله طبيعي يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات. فإذا كان عنده هاي الملكة موجودة يقال له عادل. إذا كان الملكة مو موجودة وإنما ضعيفة ما عنده ملكة، صحيح هو لا يعصي عادة، لا مثلا يترك واجب أو يعمل بحرام، ولكنه أحيانا ضعيف، أحيانا ممكن يخطأ يذنب يعصي، فإذا يقول ما عنده قدرة على العدالة وعدالته غير موجودة، ستعبير غير راسخة في النفس، أو بعضهم يقول ليست لديه ملكة العدالة، كأن هناك حالة وسط بين العدالة وبين الفسق، عادل وعندنا غير العادل فاسق، فهل كل شخص غير عادل يعد فاسق؟ يقول لا، قد لا يكون فاسق، ولكنه لا يكون قوي في عدالته بحيث تكون العدالة حالة راسخة في نفسه وعند ملكة تعصمه عن المعاصي، لا الملكة ما تعصمه، يكون ضعيفة مغريات ما موجودة عنده، وعادة ماكو شيء حتى يعصي، يعني صلاة وصوم وكذا يؤديها، الأمور المحرمة في البلد مثلا في قرية ما موجودة وما يتعرض لها، عادة عدالته بالمقدار القليل موجودة، ولكن لو تعرض لأدنى حرام شبهة مالية أو شبهة أخلاقية أو مشاكل ربما يفقد عدالته، فنقول ما كان فاسقا ولكن ما كان عادلا، لأنه هي مصفة راسخة في نفسه ولا ملك عنده، وإنما يعني عمليا ماكو مغريات فما صار عادل. بعض المراجع يقول أن العدالة في مرجع التقليد هي أعلى بكثير من العدالة في إمام الجماعة. لماذا؟ لأن مرجع التقليد يتعرض إلى مغريات كثيرة من الشهرة وحب المال والغرور وبالنتيجة المسؤولية المالية، المسؤولية الإدارية وغيرها، يكون يبتعد عن الحسد، عن الرياء، عن الغرور، عن التكبر، هذه المضامين يبتلى بها من يكون ذا شأن، الإنسان اللي يكون ملايين البشر يقلدوه ويأتمرون بأمره ممكن تتولد عند بعض معاني الغرور أو بعض مشاكل في الأموال تجبى له وممكن ما يتحمل مسؤولية أفرض $1,000 $10,000 ممكن الإنسان ما يخون الأمانة، لكن إذا صارت 10 ملايين دولار 20 مليون دولار ممكن يسيء التصرف مثلا، فيحتاج قدرة أكبر في جانب العدالة. إذا كان الإنسان مو مسؤول عن الناس، مسؤول عن بيته وعن أموره فهو ما متعرض للمغريات، أما من يكون في منصب عام بحيث مسؤول عن الأمة كلها، هنا يحتاج إلى قدرة راسخة في النفس للسيطرة على نفسه وعلى شهواته، بحيث إذا أفتى في مسألة يفتي فعلا قربة إلى الله تعالى، لا يتأثر بالمجتمع، المجتمع قد يؤثر عليه، والإنسان ممكن يتأثر بالمجتمع ينحرف مع المجتمع، بدلا أن يكون هو إمام الناس الناس يكونون إمام له، هو يتأثر بهم، لما الملايين من الناس تقول يجب أن يكون كذا وكذا هو حشرا مع الناس، هذا معناته ما عنده قدرة سيطرة بهالدرجة. أمير المؤمنين سلام الله عليه مثلا في صفين 30,000 واحد من أصحابه قالوا من الخوارج قالوا أنه صالح معاوية لم يتأثر، قال الصورة خطأ. طلحة والزبير قاموا ضده وقتلوا مجموعة كبيرة من المسلمين في البصرة وأخذهم وقاتلهم، وحينما كفوا عن القتال تركهم، لم يثأر لنفسه، لم ينتقم، كان ممكن أن يقتل كل الجيش الموجود، يعني حتى ولو شرط عرب ممكن يلحقهم ويقتلهم في مدنهم، كما عادة دول الطواغيت الأيام الجبابرة، إذا جماعة قاموا بثورة ضد الحاكم مو بس من يقتل في المعركة إنما يتصيدون حتى في البيوت وفي كل مكان، فيؤخذ ويسجن أو يعذب أو يقتل إلى آخره. أبي يقول ما تبع، ما دام ألقوا السلاح
بعد ما عندنا مشكلة معهم. بقرار هذا الجانب لما يتعرض الإنسان إلى مستوى عالي من المسؤولية هنا يحتاج إلى عدالة أكبر وأعلى. إجمالا هذا معنى العدالة، يعني معنى العدالة أنها ملكة أو قدرة في نفس الإنسانية، بحيث الإنسان يكون دائما ملتزم بأوامر الشرع، يعني يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات. الآن المحرمات هناك اختلاف، يقول بعض الذنوب كبيرة وبعض الذنوب صغيرة، فهل العدالة تقدح، يعني تقدح بالعدالة، يقدح بالعدالة ارتكاب الذنوب الصغيرة أيضا أم لا؟ أيضا هنا اختلاف بين العلماء في الفتية. بعضهم يقول العدالة هي الامتناع عن الذنوب الكبيرة، أما ارتكاب الذنب الصغير لا يقدح بالعدالة. تعبير القرآني يقول إلا اللمم، اللمم الله يغفرها، ذنوب صغيرة هاي اللمم. طبعا الإصرار على الذنب الصغير هو ذنب كبير، يعني لو يرتكب الذنب الصغير مرة واحدة يعتبر صغير، ولكن لو يصر الإنسان عليه يوميا هو يرتكب هذا الذنب الصغير، هذا يعتبر ذنب كبير، يعني لأنه جرأة على الله سبحانه وتعالى لا يبالي. أما هذا مرة واحدة عفويا صادر يقال ذنب صغير، هذا الله يغفره. بعضهم يقول أن العدالة التي نشترطها هي فقط الانتهاء من الذنوب الكبيرة، وبعضهم يقول لا، الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة كليهما لا فرق بين الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة. وأيضا رأي السيد السيستاني حفظه الله يقول أنه لا فرق في ذلك بين الذنوب في المعاصي من جهة أنها تكون كبيرة أو صغيرة، ما دام هو ما عنده ملكة وقدرة في السيطرة على نفسه بحيث يمتنع عن المعصية، معنى ذلك ما عنده عدالة، ذنب صغير أو ذنب كبير بنتيجة جرأة على الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان ذنب صغير لينظر الإنسان من يعصي ويعصي رب العالمين، سواء ذنب صغير أو كبير. فإذا هذا يقدح بعدالته، وإذا يقدح بعدالته معناته أنه ولا يصلح إماما للجماعة ولا تصح شهادته في القضاء، وأيضا في مرجع التقليد من كان هكذا وضعه لا يصح أن يكون مرجعا للتقليد أو مقلدا. السؤال يأتي الآخر هو ما هي الذنوب الكبيرة؟ الذنوب الكبيرة هناك اختلاف فيها، بعضهم يقول هي الذنوب التي ذكرت في القرآن ووعد الله سبحانه وتعالى عليها العقوبة بالنار، يقول هذه هي الذنوب الكبيرة. سأفي تفصيلها هنالك كثير من الآراء تذكر هذا المعنى. إجمالا هي مثل الكذب والسرقة والغيبة والنميمة والبهتان وقتل النفس المحترمة وشرب الخمر والزنا نعوذ بالله وارتكاب الفجور والقبائح، هذه الذنوب العامة المعروفة التي ذكرت في القرآن سيتعدد في الرسالة العملية بتفصيل حوالي 30 أو 40 ذنب من الذنوب اللي ذكرت في القرآن. هذه هي الذنوب الكبيرة التي تقدح في العدالة وذكرت في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى وعد بالعقوبة عليها وشدد عليها، هذه الذنوب التي تقدح بالعدالة. فإذا من جملة ما يقدح بالمرجع التقليد هو موضوع العدالة، إذا لم يكن عادلا بذاك المعنى، عنده حب الشهوات وحب النفس وعنده الغرور وعنده حب الظهور وما شاكل من مسائل تنافي الاستقامة على جادة الشريعة، يقول مثل هذا لا يجوز تقليده. هذا يعني بعض الأمور. يأتي الآن موضوع الحياة، يأتي في المسألة الآتية، مسألة الثانية عشر، يقول تقليد المجتهد الميت قسمان، ابتدائي وبقائي. ابتدائي يعني يقلده من البداية، الآن الولد أو البنت وصلوا إلى حد البلوغ ويريد يقلد لمرجع فيبدأ بالتقليد.